وينضم معنا من عمان الدكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، شبكة الصحافة الاستقصائية نيرج كشفت عن وجود أكثر من 300,000 معتقل بريء مودعين في السجون العراقية ما بين العامين 2014 و2016. أنتم كناشطين وعاملين في مجال حقوق الإنسان، ماذا تعني لكم هذه الأرقام؟ تحية لك أخي والمشاهدين الكرام. حياك الله. هذه الأرقام غير مستغربة بالنسبة للهيئة، فهي يعني أشارت إليها ونبهت العالم شهريا بتقرير مفصل عن الاعتقالات التعسفية التي يخضع لها العراقيون في مناطق معينة من العراق من الغالبية العربية السنية وفق المنهج الحكومي الانتقامي المطبق في البلد منذ 2003 وحتى اليوم. نعم. وهذه الأرقام حقيقة تأتي لتؤكد ما ذهبت إليه الهيئة في أنه ما يجري في العراق هو تحويل البلد إلى سجن كبير يذاق فيه العراقيون شتى صنوف التعذيب والتنكيل والإذلال باسم الديمقراطية والحرية الزائفتين التي بشر بها الاحتلال ومن جاء معه. برأيكم دكتور أيمن، ما هو المبرر لحملات الاعتقال؟ وهل توقف الانهيار الأمني في البلاد يعني وهل توقف عفوا الانهيار الأمني في البلاد إذا كانت الحكومة قد اعتقلتهم تحت بند المادة الرابعة من قانون الإرهاب السيئة الصيت؟ أخي الكريم، سهولة كيل الاتهامات، التمييز للأفراد أمام القانون، الإجراءات غير القانونية المتبعة منذ اللحظات الأولى لإلقاء القبض أو الاعتقال أو الاحتجاز وما يجري بعدها من انتهاكات وفظائع تنال من المعتقلين والموقوفين، هذا كله يجري وفق سياسة ممنهجة يراد لها إخضاع المكون العربي السني في العراق لهذه الظروف الصعبة التي لا تخفى على أحد. نعم. يعني وبالنتيجة نحن أمام كارثة، انتهاك كبير من قبل الحكومة ضد شعب كامل. هذا هو الصورة التي تتشكل لدينا عند تناول هذا الموضوع. طيب، الشبكة عندما يعني تؤكد أن معظم من موجودين الآن في السجون هم أبرياء، برأيك من يعوض هؤلاء المعتقلين عما تعرضوا له من انتهاكات؟ وإلى أي مدى يثبت هذا الأمر أن القضاء في العراق غير مهني ومسيس؟ أخي، هذا الرقم المذاع هو طبعا رقم متواضع ويشمل الأشخاص الأبرياء فقط. هذه الأرقام هي أرقام لملفات أشخاص تم القضاء العراقي أقر ببراءتهم ويفترض أنه يتم إطلاق سراحهم، ولكن هذا لم يجري لأن الحكومة والقائمين على الذين يفترض بهم أنهم قائمون على إنفاذ القانون هم أنفسهم يقومون بخرق القانون وانتهاك حقوق الأبرياء الذين ثبتت براءتهم يعني احتجازهم مدة مفتوحة وحتى يعني غير آبهين لأحد لأنه لا توجد مساءلة.
نعم، عدم احترام القانون بشكل عام، لكن يعني هنا يعني أصل إلى نقطة معينة وهي قانون العفو العام الذي تحته 1000 خط. ما فائدة وجود هذا القانون وما فائدة تشريعه إن كان لا يشمل المعتقلين ولا يشمل الأبرياء وشمل من سرق المال العام؟ قانون العفو العام يتضمن فقرة غريبة جدا، وهي أنه من تثبت براءته يتم إطلاق سراحه بعد مرور 6 أشهر من هذا الإجراء، في يعني مماطلة ومطل واضح لعرقلة العدالة وعرقلة. طيب دكتور، هنا يعني سؤال مهم، ألا تعتقد أن هذه الفقرة التي قرأتها الآن تعارض الدستور الذي تتبجح به الحكومة في بغداد؟ أخي، هو هذا يعني الدستور مع الأسف الشديد، يعني الحكومة في بغداد فاقدة للسيادة، منزوعة القرار، فبالتالي هذه التصرفات التي يعني تأتي عليها أو التي تنفذها هي عبارة عن إملاءات خارجية مع الأسف الشديد. نعم، وما يجري على الأرض في هذه الأيام خير شاهد على ما أقول. نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.